وقفت مطولا أمام واجهة محل بيع منتجات الدواجن، تأملت في أسعار اللحوم البيضاء وسرعان ما بارحت المكان، فالأسعار ارتفعت بشكل لافت عما كانت عليه في الفترة الأخيرة، مما أثار تذمر المستهلك الذي يعاني من تدني مقدراته الشرائية. تمشي تاخذ طرف دجاج ويقول لك 8000 9000، أما أنا ما فهمت شيرة، حتى طنجة ما طيب لكش عشا وفتو، واللي عنده ثلاثة وأربعة صغار وخمسة صغار. حتى الدجاج اللي هو دجاج اللي الناس هاربه منه ما عادش واصلين عليه، اسكالوب طلع ولا من 10 و12 ولا 16. ولذا نتسائلوا احنا كمواطنين نستهلكوا في الماده هذه يوميا، علاش هالزيادات هذه؟ شنو المبرر نتاعها؟ ديجا هذوما دجاجه وتعرف كبده 20 دينار. كاو؟ شنو باش نعمل؟ الزيادة في أسعار اللحوم البيضاء جاءت على إثر الترفيع المفاجئ لشركات الإنتاج في أثمان هذه المنتوجات، وفق ما أكده رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل. زيادة مهولة جت من المصنعين، الدجاج باعوه ب 13500، كيفاش تعمل لها أنت مش ربح 20%؟ إيش باش يصير؟ باش يصير أنت زيادة كبيرة باش يوصل 16000، واش 16000 في ظرف نهارين؟ 5000 زيادة و 17% زيادة في الدجاج، شيء غريب هذا، يبقى عمر ما صارت. الناس الكل اللي يدخل يشوف الاسكالوب ب 14500 يرجع ما يشريش. تصور انت واحد يجي يقول لك اعطيني دينار دجاج، اعطيني ب 2000 دجاج، وانت كيلو شاري ب 7000، الكل اثر على الكل. تورا تفاجأت في السوم وتفاجأت في الكمية، ما يعطيوكش الكمية اللي باش تخدمك نهار كامل، والمواطن ما في بالوش، يمشي في باله انت كتاجر انت اللي قاعد تتصرف كما هكا. من جهتها دعت منظمة الدفاع عن المستهلك إلى مقاطعة منتجات الدواجن بعد رصد زيادات قطاعية أحادية الجانب وتطبيق القانون المنظم لتجارة التوزيع، فيما قدمت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك قضية إلى مجلس المنافسة. احنا قدمنا قضية لمجلس المنافسة على الوفاق هذا الموجود في ارتفاع الأسعار، نحن ما عندناش حتى أي تفسير ليه، على وزارة التجارة ورئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية التدخل العاجل للوقف النزيف. وأمام هذا الوضع قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات فتح بحث تحقيقي أولي يرصد جملة من المؤشرات المخلة بالمنافسة. كنا رفعنا بصفة فورية قضية لدى مجلس المنافسة، لأنه الأعمال هذه هي مجرمة على معنى قانون المنافسة والأسعار. بالتوازي مع هذا أيضا احنا يعني منفتحين على الحوار مع كل القطاعات والهياكل لمعناها دراسة التطور متاع الكلفة، لأنه مرتبط بسياق عالمي. إن شاء الله بشكون فما جلسات معناها متاع عمل ومتاع حوار مع كل القطاعات والمعنيين معناها بالقطاعات هذية، يعني إن شاء الله تكون أيضا فما حلول بديلة يقع أيضا تدارسها المزيد التحكم في الكلفة هذه. ومن المنتظر أن تنطلق سلسلة من الاجتماعات بداية من يوم الاثنين القادم بين كل الأطراف المتداخلة في قطاع الدواجن للوصول إلى اتفاق يراعي المقدرة الشرائية للمستهلك.